جوي جميل تفاني أنا حد غير كل شيء أصير كلها بعاني أنا جري تكنولوجي عندي حجي تابعني أنا وبس سياسة بس عيارة حدي مساكم الله بالخير شباب وبنات. اكيد اليوم مثل ما عودناكم حلقه جديده من برنامج جادرينج شو. حلقه راح تكون مميزه وحيل خياليه، وموضوع حلقتنا راح يكون عن البنات اللي هم يتصنعون الدلع وهم ما عندهم لا دلع ولا شيء. طبعا انتم شفتوا شلون اسرار مره كذي تنع بالها داش ترين على طول، ما علينا هذه اسرار راح متعودين عليها. حلقه نفس ما قلت لكم راح نتكلم عن البنات اللي يتصنعون الدلع وهم ما لهم بالدلع ولا يعرفون شيء عن الدلع. وقبل لا نبلش حلقتنا وقبل لا اعطي يعني مقدمه عند اسرار، حاب اهدي اهداء جميل جدا حق حبيبه قلبي دلول الدلي. فديتك يا قلبي، وانت عمري وحياتي وروحي وكل شيء يا قلبي دلول. ورحنا حق اسرار. شكرا. مساء الخير شباب بنات كل اللي قاعدين يتابعونا. اليوم حلقه جديده، اكيد موضوعنا وايد حلو فوايد راح ندبج فيه لاني راح احش وايد. احب اقول لكم ولعت عليكم، ان شاء الله استانستوا بالعيد الوطني وعيد الاستقلال. كانت ايام وايد حلوه صراحه، وكان يعني اسبوع وايد 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 حلو مر علينا، وان شاء الله الله يتمم علينا هالاعياد الحلوه ونكون وايد مستانسين. مو بس هالاسبوع هذا اللي مر علينا، ان شاء الله دوم تكونون مستانسين. وميمي ولا هنا عليها، انا قاعد اسمع صوت بطاط بالكنترول. اي بعد كل وصونا. اوكي ميمي مسيو حبيبتي اليوم ما راح تكون موجوده، بس ما فيها الا ميمي. ما راح تجي؟ لا ميمي حسافه يا قلبي. ميمي ما تشوفين شر، اذا كنت مريضه ترى احنا ورهانين عليك وايد، وان شاء الله تردين. لا لا ميمي مو مريضه، انا اقول لكم سالفه ميمي. ايش فيها؟ ميمي تايرها مبط. تايرها مبط. وانا نسيت انه لازم امرها. وانت شاطره. زين قبل الهواء بعشر دقائق كان ادق عليها تذكرت فاحقرتني، فاكيد ميمي زعلانه مني. زعلت منك؟ لا لا ما اتوقع، هي تدري ان انا زين ما اتذكر اسمي. اسرار انت زين منك اصلا جيتي القناه اليوم. يعني زين مني دليت جيت. انزين اليوم طبعا مثل ما قالت اسرار، احنا طبعا اكيد نحب نعايد ونبارك لكم بالعيد الوطني وبمناسبه عيد التحرير. وطبعا اكيد انا اللي كنت متافي طلعتي خارج يعني اسوي لكم تقارير، اعطيك الف عافيه مشكوره يوم خرجتنا. فيعني شاركت بالامطار والرعد والامطار الغزيره اللي كانت واصله لهني صراحه وانا قاعد امشي بالمسيره. وامس كانت بعد لي تغطيه سريعه جدا كانت صوب الابراج، وكان الوضع وايد حلو، وضع خيالي جدا، وبالذات من الجاليات اللي كانوا متواجدين ويانا يعني من البحرين من قطر من عمان من السعوديه. كلكم نقول لكم احلى تحيه لكم، لان صراحه ما قصرتوا، كنتم منورين ويانا بالتغطيه الجميله. والاحلى من كذي بعد انه طبعا لو شفتوا اسرار كانت صراحه يعني بيوم 25 فبراير متواجده مع الاستاذ محمد يا ابو الكراسي. كان قاعد تشفون لا لا ما ادري شفون، كنت متواجده مع الاستاذ محمد مع محمد المولى. صفقولي قاعده بغلط صفقولي صفقولي. لكن ترى شباب كلكم مصورين صفقة. ابي اسمع صفقه. يلا صفقه ترى هذا 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 اصلا اعجاز اللي صار يوم هذا. اعجاز هذه معجزه معجزه اسمها معجزه معجزه. بس والله والله كان وناسه. انا حسيت كذي بس انت بس تصدقين كنت بس بيني وبينكم يعني بما ان احنا دشينا بجاذرنج انا كنت حيل ضايعه بالطوشه. انا تدري شنو قاعد طالعه كذي اسرار بس قاعد تسوي لي كذي انت بس مستانسه بنفسك على الكويت. بعدين ابيك تسولفين فانت ضعتي ما شاء الله. طبعا انت الاعلامي المخضرم محمد الملا يعني دش بسوالف كلها سياسيه، فانت اللي مالك بالسياسه. يقولون هولندا وهتلر وقالوا حرب المانيا، وانا اي لا ادري كنت موجوده، وانا اساسا ما كنت مولوده اصلا. انت زين زين اصلا ان انت سولفتي قلتي ان احنا نطالب بس الجامعات. احنا انا قلت يعني انا مع الشباب، انا مو مع الشباب. ادري ما شاء الله عليك يعني الشياب خلاص 30 فوق راحت عليهم، احنا الشباب يعني انا كنت واقفه مع الشباب، انا دافعت عن حق الشباب الكويتي،
قلت يبون ويبون ويبون. وعلى فكرة ترى ما في غير وغيرك اليوم بالحلقة، فلازم لما أكلمك تطالعني. أكيد أكيد. أنا في شنو أنا بي بس ما يعني رح يترقى الموضوع. زين أبي تسمه تذكرينهم بموضوع الفيسبوك والتويتر بما أن أنت عندك هذا عشان يشاركون معنا مشاركاتنا بالفيسبوك. يلا علشان تشاركون ويانا بالفيسبوك فيس شو اسمه مالنا بالفيسبوك نسيت لحظة أتذكر إيه gathering show وتويتر at gathering show بس ما في تويتر اليوم فخلوكم على الفيسبوك لأن ما نعرف حق تويتر. طبعا في دينا كل اللي بالفيسبوك طبعا اللي بالفيسبوك طبعا إحنا مو مالوت تويتر يعني أنا وأسرار مو مالوت تويت 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 هذا ما ندري عنه ما أعرف أدش ولا للحين وصلنا للتكنولوجيا هذه إحنا يعني شوي يعني إحنا يعني نظامنا شوي يعني أثر رجعي إحنا مال نوكيا بوليت كاتل زين تونا يعني ها تطورنا صار عندنا بلاك بيري وبعد ما عندنا الخدمة يعني ما وعد صدق مقطوعة إنزين فيعني إنزين فيعني أنا صراحة الحين ودي أشوف المشاركات اللي بالفيسبوك اللي بالفيسبوك نواف العلي يقول ويلكم حمود ومنور وأنت ويلكم أسرار منورة إنزين وإحنا منورين طبعا عندنا سعود العنزي حبيبي العنزي تفوق راسي أكيد ومنور أنت يقول هلا والله وغلا منورين اثنيناتكم شلونكم مشتاقين لكم وإحنا مشتاقين لكم أكثر مرة دنيا اليوسف تقول منور يا حمود مشكور يا دنيا اليوسف إنزين أسيل أحمد يقول أسعد الله مساءكم بكل خير وعمت عليك الفرح والسرور في جميع أنحاء أرجاء جادرينج إنزين اتصلوا بنا روان صالح طبعا قاعد دش علي على صفحتي الرئيسية وقاعد يقول لي حمود أبي أكبر إهداء وأحلى تحية روان صالح أكبر إهداء وأحلى تحية لك من برنامج جادرينج شو شنو تبين بعد ها إيه قولي أسرار أبي الآيباد تبين الآيباد إن شاء الله الحين يبلش الآيباد اليوم أنا صايرة أميرة هذا أدلع شوف عليك أدلع شيء تفضل يا أمير هذا أتوقع اليوم إذا إحنا ماسكين الفيسبوك ما راح ندش بموضوع الحلقة لا لا راح ندش إحنا شو إحنا راح ندش بموضوع الحلقة بس طبعا مثل ما إحنا عودناكم طبعا تعرفون إحنا برنامج قادرين شو بالسيجمنت الأول يعني كالعادة إن إحنا نحب نسولف شنو سوينا شنو صار ويانا صراحة يعني أنا واحد من الناس اللي كنت أبي أعرف إن أسرار شنو سوت وشنو ما سوت بس هي طبعا ما سوت شيء بلا بلا سويت سويت لا لا ما سويت والله سويت أكيد أنت ما سويت غدا وعشا في رجس ويله سمعوا السالفة لحظه خل اهدى شويه انا الحين اقول لها شنو سويتي بالعيد الوطني تقول لي غدا وعشاء لا والله والله شوفوا اول يوم ما سويت شيء كنت قاعده بالبيت يعني ما كان لي خلق عشان كان عندي بالليل الساعه 9 ونص برنامج فكان عندي شيء غريب انه راح يداوم الساعه 9 ونص فجيت الساعه 9 ونص لا قبلها كنت راح حق يوسف الحجي اول شيء احب اشكر يوسف الحجي مصمم الهدوم وجه له احلى تحيه صمم لي هدوم حق عيد الوطني كان وايد حلو الدرس اللي سواليه ايه انزين وثاني يوم رحت حق اهل الشاليه كانوا بموفنبك كان اهلي حاجزين انه حق عيد الوطني موفنبك موفنبك البدع ترى على فكرة يعني ترى كتكات تقول لك هلا والله ومنورين مبروك اسرار واخيرا راح العنقوص اللوك عشان كتكات صح؟ عشان اولا عشان صبغت شعري ثانيا عشان بطلت شعري ثالثا عشانك حتى شريفه صبغت نفس شعري الله فاحنا وسوت ويفي اي انزين عندنا سعود العنزي يقول حمود المباراه بعد يومين وما وصيك عاد تحياتي لك حبتين حبتين لك ولك حق المنتخب الكويت وان شاء الله اكيد راح نعزمهم ويوم الاربعاء اكيد يعني اللي هو باكر احنا باكر لا قصدي بعد يومين اي باكر الثلاثاء اللي قبل الاربعاء اكيد احنا راح نكون متواصلين مع الازرق وان شاء الله ان شاء الله اذا نقدر نسوي تغطيه ونقل عندنا نص اذا كانت المباراه فهي اكيد راح يكون عندنا تغطيه قبلها بكم يوم انزين قبلها بكم يوم راح يكون عندنا اساسا تغطيه كامله عن المباراه وحدث المباراه وهذا بس احنا هم راح نتكلم بقادرنك على المباراه وان شاء الله تفوز وتكون المباراه خير علينا وتكون عليكم يعني كل خير ان المنتخب الازرق يتاهل تصفيات اسيا كاس العالم وين القادرنك شو يا جماعه بديش على قادرنك وبعدين اسيل احمد تقول اي والله اسرار كنتي خطيره كنتي خطيره يا اسرار حبيبتي ما ادري كيف طيب كلمات كتبتها لمعشوقه الكويت احبك واقولها يا انت انت ايش قاعد تقول خلينا ندش على انت ان شاء الله انت هذا عبد الحين انزين مجاور والمناسبات تقول احبك واقولها باعلى صوت اني احبك يا كويت يا بالي حقي شو خلي لا قالوا اسمك قلت الله يا كويت انت بقلبي ما اقدر على اوصافك زين ولا احنا نقدر على اوصافك كامل الاسبوعي يعطيك الف عافيه ومشكور والصوره اللي انت حطيتها حق علم الكويت وايد حلوه وجميله اما الاسبوعي مساء الخير حبايبي منورين في ديتكم روان صالح مساكم الله بالخير حمود وميمي واسرار منورين وربي اشتقنا لكم وابي احلى تحيه هذا ما قاعد طالع البرنامج زين انا ترى سويت لك تحيه ما قاعد طالعون البرنامج اللي دازل لكم منورين لان ميمي مو موجوده قاعد يقولوا ميمي موجوده انت ترى روان صالح يعني انت نصابه قاعد تقصين علينا تنصبين وعباك ان احنا ما ندري ان انت اساسا ما قاعد تتابعين البرنامج زين ابي ادري يلا
شو انت بتسوي؟ لحظة عندي موضوع. عندك موضوع؟ يلا قول. انت سولف على ما، لا انت سولف على ما طلع. انا راح اسولف انه يعني صراحة كان العيد الوطني شيء جميل وشيء خيالي، واللي ما طلع واللي ما راح واللي ما آزر فرحته بالكويت بهالايام هذه الحلوة السعيدة صراحة ما عنده سالفة، لأنه لو كان في مطر، لو كان في عواصف، لو كان في غبار، لو كان شنو ما في، لازم تطلعون وتستانسون. ويلا تكفي انه رحلوا لكم هذا اليوم من السبت، عوضوكم اياه حق بعد يعني يوم الاثنين وبس. يعني المفروض اليوم ما تسوون مسيره، يعني خلاص ريحوا قعدوا ركضوا ذهبوا اغراضكم شنبكم المدرسيه مقالمكم صمونتكم الكرواسون التفاح عشان باكر عندكم مدرسه، وربنا اللي ما ينمشي يعني اللي حينام متاخر حضربوا قلمين عشان ينام بكير وشوف صحه شو تصير. طبعا هذه ما تعرف عن التكنولوجيا، قاعد طق على بالها هي والله اعرف بس ما ادري شو على قاعد تلعب بلاي ستيشن وطقه وتسوي انت شو بتطقيه ثلاث مرات تقولي لك كاكاو ياكل موت يا تارك الصلاه. لحظة اقرا يلا لحظة انطر انت انطر لا تفشلني. انا شكلي الحين راح اقرا وهي للحين ما تقرا. والله انا شيخ تعالوا معي كاذرينك شو لا هذه صورة زين محمد سولف يعني كت كات تقول حمود وين ميمي توصل ولا لا اليوم؟ ميمي تايرها مبط ونسيت امرها. ميمي تايرها مبط واسرارك شتت فيها، وهي لان اسرار اساسا ما تذكر ان هي اليوم عندها حلقه فما ذكرت ميمي، فاحنا نقول حق ميمي ما تشوفين شر وان شاء الله بالتاير الثاني. لا 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 حرام حرام مسكينه بروح عندك فبعد وين تروح اذا صار فيها شيء. روان صالح سكروا الباب بقفل ما يطلع حمود الا لما يغني، ايش دعوه صاير حده مغرور. امزح امزح انا مغرور زين امزح امزح زين. انسان خالد يقول مساء النور وينكم يا شباب كلكم اختفيتوا؟ احنا موجودين كاني انا شباب احنا قاعدين نخرج شوي شوي كابل فوز يمي على يميني يعني ترى احنا اثنين شباب يعني ترى شباب احنا ما عليكم. زياد الحربي منورين الشاشه اسرار وحمود وانت بعد منور يا قلبي. نونا الهلالي حمود تكفى قول اسمي نوني الهلالي نوني الهلالي وجبوك لا تلالي فديت اسمك انا يا نوني الهلالي. انزين الله وناسه اليوم ليش سحبتوا علينا؟ ابي الفيسبوك الله وناسه جيتوا اليوم ليش سحبتوا علينا امس؟ بس مو مشكله منورين حمود واسرار طالعين خقق خقق؟ شنو خقق؟ احنا خقق؟ هي تخق ايه انا ما اخق وين قاعدين؟ ولا انا اخق شنو انا بالفوز هم يقولون انت خقه. شكرا شكرا انا مو مخقه هذا ايه ابو الفوز خقه. انزين شنو حلقه اليوم؟ ترى اليوم ما نادونا الاخوان فزعه والله برنامجكم عجيب الله يحفظكم حبيت اسلم عليكم بلغ سلامي نواف العلي حبيبي الله يسلمك فديت روحك. طبعا اسرار اليوم ما راح تقرا ولا كومنت من الفيسبوك لان هي اسرار قاعد تدش وتطلع وتدش على نفس الصفحه والصفحه لزقت بالفيسبوك وانا حاسس الفيسبوك اللي ويانا قديم جدا. لا الموضوع في انه يا جماعه احد يساعدني مني يا شباب. زين اسرار يعني انا قلت شغله الحين ما له داعي هذا سالفه يقول لي شنو سويتي اوكي شنو هذا احسن من الفيسبوك اوكي بس شو اسمه هذا ها المهم ما سويت شيء رحت حفله تنكريه لا رحت حفله عبد القادر هدود الله ورحت الحفلتين امانه ما قال شو اسمه لن ماما ما شفته صدفه اي رح كانت حفلته هو وكانت حفله حفلتين اول حفله كانت عبد القادر بعدين ديانا حداد والله عجيبه كانت ديانا حداد صدق يعني كانت حفلتها وايد حلوه بعدين وائل جسار ما كان له داعي بالموضوع نهائيا لان نمت بعدين انا رايحه حق شيرين اخر شيء بس اكيد انتم شفتوا كنتوا بدله شيرين شفتوها ولا لا كانت لابسه قرصان مطعم واحد اسمه عيسان خالد انا عبالي انت اسمك انسان انت كل سالفه يا عيال سوري الحين انا سوري بس لانه قاعد يقول لا انا اسمي عيساني مو انساني ابليس لا تخرب اسمي بديتك يا عيساني مو انت اسمك الله يهداك نبلش بالانساني يعني على العموم انساني عيساني كلك في وجداني وحبيبي حبتين لك يلا روح المهم كانت حفله شو اسمه ديانا حداد كانت وايد 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 حلوه انت الحين منو انت رحتي حفله ديانا حداد ولا حفلتين اوكي اوكي دوال جسار ما كان له موضوع بالحفله كلش اي يعني كانوا قدامنا كله اللبنانيين والسوريين وشي من برا حفله حلوه حفله حلوه كانت حفله حلوه يعني كانت مو حق الخليجيين الله بعدين شيرين كانت مبدعه صراحه باللبس انت حتى شيرين رحتي لها؟ هي بنفس اليوم اربع مغنيين انت ايش فيك ما تستوعب